ككل عيد أضحى يجتمع سكان هذا الحي من أجل نحر الأضاحي، الكل له دوره الخاص المنوط به، فمن لا يعرف الذبح أو السلخ فهناك من ينوب عنه. واجب الإنسان هدايا باش يعلم الناس اللي بعده، سينو ما راحش يلقى الخليفة، وين تخلف؟ لازم تعلم الناس، أنت تذبح، الآخر تعلمو، الآخر تعلمو يسلخ، الآخر تعلمو يقطع، هذا هو. والسنة تاعنا تبقى تمشي. كاين واحد ما يذبحش، الآخر يذبح، الآخر يسلخ، الآخر كذا، الآخر ما يعرفش كاع، لازم نعاونوه. وهذه هي، ونتعاونوا كاع ونذبحوا كاع. متضامنين، متلاحمين، نعاونوا بعضنا، نوقفوا مع بعضنا. هذا هو العيد، العيد هذه تاع فرح، الناس الكل تفرح، ما كاش واحد يبقى جابد روحه والله. تعاون وتظافر بين الجميع هي السمة التي يمتاز بها سكان الأحياء الشعبية، فالكل يد واحدة. لازم نتعاونوا باش نفروها كامل إن شاء الله. هذا هو العيد. بيان سير خو، لازم نتعاونوا، كما تعاونوش ما تجوش بيه. لازم نتعاونوا خو، هذه هي، هذا هو العيد. هذا العيد لازم كاع الناس تعاون فيه، رانا واحد يعاون فيه خوه. اللي يكمل الاولاني يجوز عند صحابو، يجوز عند جيرانه، يزيد يعاونهم، يشوفهم كش ما محتاجين. كاين الجار اللي يعرف يذبح وما يعرفش يسلخ، وكاين الجار اللي يعرف يسلخ وما يعرفش يذبح. لازم نقوموا ببعضنا باش نكملوا على البكري ونطلعوا على البكري. كاع ما في الديوره، ما في الديوره ما يتعاونوا سابيناتهم، كما قلت هذه تعاون، هذه الجيران بيبان كاع مفتوحين، فهمت؟ هذه اللي حاجه مليحه في نهار العيد. أجواء أخوية بين السكان الذي جمعهم الزمن في هذا الحي، فليس فيهم من لم تنحر أضحيته أو حتى تسلخ بيد جاره، وبهذا يرسمون أرقى صور التضامن والتكافل في عيد الأضحى المبارك.